إلى عذرا الحبيب الأم الحنون ظهرت بصورتها في كنيسة الزيتون بنور ومجد جليل لابس الإكليل بنور ومجد جليل لابس الإكليل يا عذراء يا أمي صلي لأجلنا يا عذراء يا أمي صلي لأجلنا بحلة باهية ظهرت للجموع رفعت إيديها وبركت الربوع وقدام الصليب سجدت للحبيب وقدام الصليب سجدت للحبيب يا عذراء يا أمي صلي لأجلنا يا عذراء يا أمي صلي لأجلنا المرضى اجتمعوا قدام الكنيسة طالبين رؤيتها وشفاعة القديسة وبسرعة جات لهم ورفعت أوجاعهم وبسرعة جات لهم ورفعت أوجاعهم يا عذراء يا أمي صلي لأجلنا يا عذراء يا أمي صلي لأجلنا الخاطي اللي بقاله في الشر زمان رجع وآمن بالفادي الديان وقال بكل سرور قويني يا أم النور وقال بكل سرور قويني يا أم النور يا عذراء يا أمي صلي لأجلنا يا عذراء يا أمي صلي لأجلنا هي إلى عذراء المباركة في النساء هي إلى عذراء سلم السماء ده صوتها مسموع أمام الرب يسوع ده صوتها مسموع
أمام الرب يسوع يا عذراء يا أمي صلي لأجلنا يا عذراء يا أمي صلي لأجلنا طوباك يا عذراء يا أم الإله طوباك يا عذراء يا كرمة مثمرة مريم لا تنسينا بصلاتك عينينا مريم لا تنسينا بصلاتك عينينا يا عذراء يا أمي صلي لأجلنا يا عذراء يا أمي صلي لأجلنا.